أرصدة في البنوك بالملايين و14 عربية أحدث موديل وطيارة خاصة. مش هتصدق حجم ثروة محمد رمضان وإزاي هيبقى رجل أعمال. جدل كبير أثاره الفنان محمد رمضان الساعات الأخيرة بعد حضوره لجلسة محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد بنك معروف، بعد فيديو سابق طلع فيه وقال إنه اتحجز على فلوسه في البنك واتهموه إنه بينشر إشاعات مضللة. لكن نمبر وان حضر بنفسه للمحكمة بعربية اللامبورجيني، ومن وقتها والجمهور والمتابعين كلهم بقوا عمالين يسألوا عن حجم ثروة رمضان. فيا ترى محمد رمضان ثروته كام؟ وهل ممكن يبقى واحد من رجال الأعمال؟ البداية كانت مع استعراض نمبر وان لعربياته والطيارة الخاصة اللي دايماً بيسافر ويجي بيها، ده غير الفلوس اللي كان بيظهر دايماً بيها في فيديوهاته وهو بيرميها على الأرض، ده غير أنه دايماً بيتبرع بمبالغ كبير جداً. ورغم أن رمضان ما صرحش ولا مرة عن حجم ثروته، لكن كتير من المصادر قدرت ثروة نمبر وان بحوالي 10 مليون دولار، يعني تقريباً 170 مليون جنيه مصري. طبعاً ده غير أنه عنده 16 عربية من كل أنواع الماركات. فسبق وظهر في فيديو سابق نشره العربية المفضلة عند محمد رمضان، وهي عربية فيراري، كان جنبها عربيات بورش الألمانية وكمان العربية الخارقة لامبورجيني، واللي تقدر تقطع مسافة من 0 لـ100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية. أما العربية العائلية اللي ركبها رمضان كانت عربية كاديلاك، واللي ظهر فيها في المناسبات سعرها بيبدأ ب 4 مليون جنيه وبمحرك 6200 سي سي، ده غير الممتلكات اللي عنده. فمحمد عنده فيلتين، واحدة في زايد والتانية في الساحل الشمالي، ده غير الأرصدة اللي في البنوك، وكمان عنده مصادر دخل تانية منها الأفلام والمسلسلات اللي بيعملها، وطبعاً الأغاني اللي بيطرحها على قناته على اليوتيوب وبتحقق ملايين المشاهدات، والحفلات اللي بيعملها في مصر والبلاد العربية والأوروبية، ده غير الإعلانات اللي بيشارك فيها، ده غير طبعاً الأرصدة الخاصة بيه في البنوك واللي محدش يقدر يعرف عددها إيه. كتير من الجمهور والمتابعين اتوقعوا إنه ممكن يبقى بيحاول يفتح مشاريع خاصة بيه الفترة اللي جاية ويكون رجل أعمال معروف، زي ما كتير من الفنانين عملوا واستثمروا فلوسهم في المشاريع، خاصة أنه كمان صديق مقرب لرجل الأعمال نجيب ساويرس، فسهل أنه يخش مجال البيزنس ويكله مشاريعه الخاصة. الكلام عن ثروة رمضان من الجمهور والمتابعين بدأ بعد حضور رمضان جلسة محاكمته بعربيته اللامبورجيني ومكتوب عليها نمبر وان، وقلب ميدان الجيزة بالعربية بتاعته. طبعاً أول ما جه كل الجمهور عرف أنه نمبر وان وصل بنفسه، وجريوا عليه على العربية علشان يتصوروا معاه، وبقى الجمهور عندهم فضول يعرفوا الحكم في قضية نمبر وان هيكون إيه، وهل ده هيأثر على حجم ثروته ولا لأ؟